صباح الخير صباح الخير. نهار جديد اليوم ببلش. بس خليني اخبركم قد صار لي ما جيت لهون. بعد القمحة الكاملة المنقوشة صار شكلها أكبر. هي خبز بلدي لبناني مثل ما هو الخبز العربي اللي بينفخ بحط عليه شو أو جبنة أو زعتر. طلعوا كمية الجبنة اللي جوا مع شوية سمسم بتاخد العقل. وحدة من قطرة بعيد، وحدة من قطرة من إيش لبنان. طلعوا عجينتها قديش بتدوب بسرعة. شو الحلو فيه؟ أنا هو الخبز اللبناني اللي هو فيه كتير خميرة وبينفخ على النار، بحط عليها جبنة. شو بصير؟ بتنفخ على الطرف، بتضلها كتير طرية بالنص. صرت قايل عدة مرات واحدة من أطيب 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 المناقيش بالتوب 10 تبع لبنان. نحن وين؟ عندنا الضيف بأول صيدة. مشوارنا اليوم ببلش مع الحرفيين اللبنانيين بصيدة. وين؟ عند النضيف. ما طايقوا هيدا الجراج، بس الارما متنمه. جبنه وزعتر، تتذكروا شو بعمل دائما؟ بحط جبنه وزعتر مع بعضهم وبلفهم. يلا اللي بعده، هيدي ميكلا جبنه على الحلو. قلت لهم لفوني بالبعده. انا من زمان بشوفه بس بكفي. انا من زمان من زمان كان في البحر هذا الراس، شو اسمه؟ سمك. انا هذا مهضوم كثير مصدر اول ما منيح. الحمد لله بالبلد والتصوير جد كثير وبيعرف يحكي. اجوا كثير ناس صوروا وحكوا وعملوا مقابلات، بس مش زي انتوني. صح صح، انتوني بكفي الاخلاق العاليه وبيعرف يحكي. بالبق له كله، بالبق له كل شيء. يا حبيبي يا انتوني اوكي قرب. الزعتر زعتراته كثير طيبين، كثير طيبين، زيتاتهم كثار حادين. شو فينا نعمل؟ هلا فينا ناخذ الزعتر ونكله وحده طريه على الحطب سموكي، فيها نقط محمصين بس هي كتير كتير طريه. شو بنعمل؟ نص زعتر، نص جبنه، بنحطهم على بعضهم. شو صار عنا؟ زعتر جبنه بس مش مطبوخين سوا، مش ملزقين على بعضهم. بنلفها هيك. ايه صار عنا ميلفاي زعتر جبنة مع بعضن. ديليشيس. نداف ما بيضيع على الرومبوان تبع الستريت فود تراكس، طلوع عالشمال وبعد عنده قمحة كاملة رغم كل شيء، بلدي 100%.